البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركته علينا أمين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المحبوبين في الله الآب، المحفوظين والمدعوين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن خلاصكم جميعا، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجاهدوا في الإيمان المسلم مرة لكم أيها القديسون، لأنه قد اختلط بنا أناس خلسة قد سبق فكتب عنهم لهذه الدينونة، منافقون يغيرون نعمة ربنا إلى النجاسة، وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم، ولو علمتم كل شيء، أن يسوع في المرة الأولى خلص شعبه من أرض مصر، وفي المرة الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا به والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم، بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بأغلال أزلية تحت الظلمة، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ازنت مثلهما ومضت وراء جسد آخر، جعلت مثالا مكابدة عقاب نار أبدية. وكذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون جسدهم ويحتقرون السيادة ويفترون على الأمجاد، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل، ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك،
وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 9 برمجات أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من 50 ميلادية تنيح القديس المجاهد كونون. اتولد في سوريا من أبوين وثنيين بيعبدوا الكواكب، لكن هو لما كبر سمع ببشارة الآباء الرسل وحب المسيحية، فآمن وتعمد على أيديهم وعاش بالفضائل الروحية، وكان بينمو في القداسة والطهارة وأعمال الرحمة. بابا ومامته ضغطوا عليه وتجوز مع انه بيحب الباتولي، فاتفق مع زوجته انهم يعيشوا مع بعض زي الرهبان، وفعلا عاشوا في حياة القداسة والبر وعمل الخير، وربنا عمل على دي معجزات كتير وكمان اخراج الشياطين. ودي كانت سبب ان بابا ومامته امنوا بالسيد المسيح، وبعدها حماه وحماته أمنوا هم كمان وتعمدوا كلهم وبشر بالإنجيل في أماكن مختلفة، وآمن كتير من الوثنيين بسبب كراسته وتعليمه. وفي يوم شاف واحد وثني دخل المعبد علشان يقدم ذبيحة للأصنام، وهو طبعا معتقد إنها الإله، فدخل وراه القديس كونون ووقف بعيد ورشم الصليب وصلى لربنا بإيمان إنه يكشف للراجل الوثني وكل الوثنيين الموجودين الحقيقة. فخرج صوت من أحد الأصنام وقال: أنا من عمل الشيطان، أنا مش إله. وطبعا كل الوثنيين الموجودين
عارفين ان قدسنا بقى مسيحي وراحوا له وقالوا واحد هو اله القديس كونون، وكلهم امنوا بالسيد المسيح واعتمدوا. سمع كلوديوس قيصر نائب الامبراطور بان القديس كونون هو سبب ترك الوثنيين عبادة الأصنام وأمنوا بالمسيحية، فأمر بإحضاره وعرض عليه عبادة الأوثان. طبعا رفض بشدة، فأمر بربطه وضربه بشدة، لكن المسيحيين فكوه وخلصوه من الجنود ورجعوه لبيته لغاية لما شفي من جراحاته، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. وبعد كده أصبح بيته كنيسة ووضعوا جسده فيه، والكنيسة تلقبه بالمعترف لأنه اعترف بإيمانه بالسيد المسيح لكن لم يستشهد بسبب العذاب. بركة صلواته تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة استشهد القديسون أندريانوس ومارثا زوجته وأوسابيوس وأرما وأربعين شهيد من أهل روما. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزان، قدموا للرب مجد اسمه. اسجدوا للرب في زينة مقدسة، هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يملى قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجلي أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟
أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ والمجد لله دائما.